من ضمن الأسئلة تجربة العمل في أسوان، يا ترى مصاريف والدنيا والمزايا والعيوب عاملة إزاي؟ من ضمن الحاجات اللي لازم تأخذها في الحسبان إنه أسوان تجربة جميلة جدا على المستوى كتير جدا، هي إنها في ناس كتيرة بتشعر إنها مملة بالمقارنة مع القاهرة وإسكندرية، ولكن هتلاحظ بإنك لما تروح هناك هتتبسط بشكل كبير جدا، نظرا لإنها راحة نفسية كبيرة، زائد إن الأماكن كبيرة. هتوفر فلوس كتير جدا في الأكل والمواصلات لإنها بلد صغيرة، فأغلب الأكل من بره مش أجمل حاجة، فهتبقى محتاج إنك تعمل أكلك بنفسك، وده هيوفر لك حاجات كتير. في الشتاء الحياة حلوة جدا وبتضحك وبتكون زحمة علشان فيها سياح كتير، لكن في الصيف في حر شديد جدا يجب انك تاخذه في الحسبان. وقت الشغل هيوفر مواصلات او لا، ده تخلي حاول ان يكون السكن جنب المواصلات علشان تكون مبسوط وما تكونش تعبان من الشمس. الايجارات على عكس الناس بتقول، هي لازم تعرف حد كويس، تلاقي حد عنده سكن محترم، ودي نقطة مهمة جدا لازم تاخذها في الحسبان. ولكن لو قررت انك تسكن مع ناس، يجب انك تسأل ان يكون الصحبة هناك كويسة، لانه قرار السكن مع حد تاني مش سهل، لكن لو مع ناس كويسة بيكون اخوات واكتر من اخوات كمان. من ضمن الحاجات اللي تلاحظ هناك، الناس هناك جدعان جدا، لو سيدة هناك عاوزة تشيل الشنطة بياخدها منك وبيشيلها ولا ينتظر اي شيء، ولكن هناك من ضمن الامور التي يجب انك تاخذها في الحسبان. انصحك تسافر طيران، اوفر كوقت كتير جدا، فلوس اكتر الا لو بتحب السفر لمسافات طويلة. حاول انك تقرر بانه الدنيا هناك كويسه جدا من حيث حاجات كتيره جدا يجب انك تاخذها في الاعتبار، زي الاضافه للكارير بتاعك، هل ده مهم؟ لانك لو حبيت ترجع في اي وقت للقاهره او انك تسافر الخليج، هل خبرتك هناك هتخليك تكون مناسب بالمقارنه مع الناس في مجالك؟ يجب انك تاخذ ده في الحسبان، لان مجال مثلا زي مجال المحاماه بيقيدوا اللي جاي من الاقاليم، لان اللي جاي من القاهره او الجيزه بيضيف خبرات اوسع ومسائل اوسع بكتير. ضع ده في الحسبان قبل ما تنطلق، وبالتوفيق بإذن الله.